طيب ماشي. طيب احنا طبعا بمناسبه ان بكره بنبدا مشوار جديد طبعا في افريقيا، وبنتمنى طبعا ان احنا نحصل على النجمه العشره، وكتير جدا من اللعيبه لسه عندها طموح في ده، حتى اللي خد طبعا بطوله افريقيا عايز جدا وعنده طموح ومشبعش ان هو يحقق بطوله افريقيا من تاني، واللعيبه الجديده اللي نفسها تحقق البطوله دي لاول مره وتكتب اسمها بقى في التاريخ مع النادي الاهلي ببطوله افريقيا. بنتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل ده، وكلنا ثقه طبعا في اللعيبه وفي الجهاز الفني وفريقنا اللي احنا بنشجعه دايما في ظهره. بمناسبة مشوار أفريقيا، خلينا نشوف فيديو جراف عن تاريخ الأهلي ومشاركات الأهلي في بطولة أفريقيا.